أعزائي طلبة قسم المحاسبة المرحلة الثانية كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، نتحدث معكم اليوم عن المحاضرة الرابعة بخصوص مادة القانون التجاري من خلال التعليم الإلكتروني. تتكلم هذه المحاضرة عن شركات الأشخاص وتحديدا الشركة التضامنية. نتناول في هذا الموضوع تعريف الشركة التضامنية وخصائصها، ومن ثم انتقال حصة الشريك فيها من خلال البيع أو الميراث. لذا أرجو من جميع الطلبة الإصغاء إلى هذه المحاضرة لأهميتها. الشركة التضامنية من المعلوم كما بينا في المحاضرة الثالثة التي سبقت هي من شركات الأشخاص وتتمتع بنفس خصائص شركات الأشخاص. الشركة التضامنية شركة تتألف من عدد من الشركاء. نعرف الشركة التضامنية بالآتي: شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين حصرا، إذا لا يمكن أن يكون هناك شركاء في الشركة التضامنية إلا هم أشخاص طبيعيين فقط، لا يمكن أن يكون فيها أشخاص معنويين. شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على 25 شخصا طبيعيا، يكون لكل منهم حصة فيها. إذا رأس مال الشركة التضامنية يقسم إلى حصص، ويكونون فيها مسؤولين عن دين الشركة على وجه التضامن، مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة. إذا الشركة التضامنية هي شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن 2 ولا يزيد على 25، يكون لكل منهم حصة فيها، ويكونون مسؤولين عن دين الشركة، مسؤولية شخصية تضامنية عن جميع التزامات الشركة. إذا ما أتينا إلى خصائص الشركة التضامنية، كما بينا الخصائص تستخرج من خلال التعريف. أولا، هل هي شركة تضامنية شركة أشخاص أموال؟ شركة أشخاص. عدد الشركاء فيها لا يقل عن شخصين ولا يزيد على 25 شخص طبيعي. الخصيصة الثالثة، رأس مالها يقسم إلى أسهم أم حصص؟ إلى حصص. مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن جميع التزامات الشركة، بمعنى إفلاس الشركة التضامنية يؤدي إلى إفلاس الشركاء. أخيرا وليس آخرا، من خصائص الشركة التضامنية أيضا يكتسب فيها الشركاء صفة التاجر. لماذا يكتسب الشريك في الشركة التضامنية صفة التاجر؟ لأن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء، والإفلاس لا يقع إلا على تاجر، فإذا أفلست الشركة نعتبرها تاجر، وطالما أن الشركاء فيها يفلسون إذن الشركاء أيضا تجار، لذلك يكتسب الشريك في الشركة التضامنية صفة التاجر. نأتي الآن إلى انتقال حصة الشريك في الشركة التضامنية. انتقال حصة الشريك في الشركة التضامنية، هناك حالتين لانتقال حصة الشريك في الحصة في الشركة التضامنية. أولا، الانتقال الحصة عن طريق البيع، والحالة الثانية عن طريق الميراث. نأتي أولا إلى انتقال الحصة عن طريق البيع. الشركة التضامنية نعلم جميعا أنها فيها عدد من الشركاء لا يقل عن 2 الحد الأدنى، والحد الأعلى 25 شخصا طبيعيا. فلو أراد، لنفترض أن الشركة فيها 20 شخصا، فأراد أحد هؤلاء الشركاء أن يبيع حصته لشخص من خارج الشركة شخصا أجنبيا، والمقصود بالأجنبي هنا أي شخص خارج الشركاء يسمى أجنبي. فلو أراد هذا الشخص بيع حصته لشخص من خارج الشركة، هل يجوز لهذا الشريك أن يتخلى أو يبيع حصته لشخص آخر من خارج الشركة؟ الجواب: يجوز للشريك في الشركة التضامنية بيع حصته لشخص من خارج الشركة بشرط أن تتوافر الشروط القانونية. ما هي هذه الشروط القانونية؟ أولا، أن يوافق الشركاء بالإجماع، لأن كما بينا سابقا قلنا أن الشركة التضامنية من الشركات المغلقة، لا يمكن لشخص دخولها إلا بإجماع الشركاء. إذا لو أراد أحد هؤلاء العشرون شخصا بيع الحصة لشخص آخر، يجب أن يوافق العشرون شخص على دخول هذا الشريك، وإلا في حالة عدم موافقة الشركاء بالإجماع لا يمكن للشخص أن يبيع حصته. لذلك يسمى الشريك في الشركة التضامنية قد يسموه استعباد للشريك، لأنه لا يمكن بيع حصته إلا بموافقة الجميع. الحالة الثانية، ما هو الشرط الثاني؟ يجب أن يكون الشريك في حالة بيع حصته لشخص من خارج الشركة، قد يمكن له أن يبيع حصته لخمسة أشخاص والشركة فيها 24 شخصا، فإذا خرج من الشركة ودخلوا أربعة حيكون 27 شريك، وهنا يزيد عن الحد الأقصى المقرر للشركة التضامنية الذي هو لا يجب أن لا يزيد على 25 شخص. المحصلة النهائية والملخص: هل يمكن للشريك في الشركة التضامنية يبيع حصته لشخص من خارج الشركة؟ الجواب نعم. ما هي الشروط؟ الشرط الأول، يجوز بشرط أن يوافق جميع الشركاء مش بالأغلبية وإنما بالإجماع. الحالة الثانية، أن لا يزيد عدد الشركاء عن الحد الأقصى للشركة التضامنية ألا وهو 25 شخصا. نأتي الآن إلى انتقال الحصة، حصة الشريك في الشركة التضامنية بالميراث. لو أن هناك 20 شريك في الشركة التضامنية وتوفى أحدهم ولديه ورثة، لنفترض هناك 3 ورثة، بين هل بإمكان الورثة أن يدخلوا كشركاء في حصة مورثهم في الشركة التضامنية؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب على ذلك:
تنتقل حصة الشريك في الشركة التضامنية عن طريق الميراث عفوا بتوافر ثلاث شروط فقط. أولا أن يوافق الشركاء بالإجماع، لأن الورثة يعتبرون أشخاص أجنبيين على الشركة، مورثهم هو من كان الشريك، أما هم فهم أجانب، إذن لابد أن يوافق جميع الشركاء. ثانيا أن يوافق الورثة. ثالثا أن لا يزيد مجموع الورثة مع الشركاء على 25 شريك. وهذه هي الشروط: موافقة الورثة أو من يمثلهم، موافقة الشركاء في الشركة التضامنية، لا يوجد مانع قانوني مثل أن يزيد عدد الشركاء على 25 شريكا. نأتي الآن إلى شركة المشروع الفردي، أيضا سنتناول تعريف شركة المشروع الفردي، خصائص شركة المشروع الفردي، انتقال الحصة بالبيع أو الميراث. تعرف شركة المشروع الفردي بالآتي: تعريف المشروع الفردي، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد، لا يمكن أيضا أن يكون شخص معنوي، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد مالكا للحصة الواحدة فيها، ويكون مسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة. هذا هو تعريف شركة المشروع الفردي. خصائص الشركة: نعلم جميعا كما بينا سابقا أن شركة المشروع الفردي هل هي شركة أشخاص أم أموال؟ شركة أشخاص، خصيصة الأولى. ثانيا تتكون من كم شخص طبيعي؟ شخص طبيعي واحد. الخصيصة الثالثة: يقسم رأس مال شركة المشروع الفردي إلى حصة لو أسهم حصة. مسؤولية الشريك في المشروع الفردي: مسؤولية الشريك فيها شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة. بعد خامسا المشروع الفردي: إفلاس الشركة تؤدي إلى إفلاس صاحب المشروع. بمعنى سادسا يكتسب الشريك في المشروع الفردي أو صاحب المشروع الفردي صفة تاجر. لماذا؟ لأن إفلاس المشروع الفردي يؤدي إلى إفلاس صاحب المشروع، يؤدي إلى إفلاس صاحب المشروع. وهذه هي الخصائص. نأتي الآن إلى انتقال حصة الشريك في الشركة التضامنية من خلال البيع أو الميراث، نفس الطريقة. انتقال حصة الشريك في شركة المشروع الفردي من خلال البيع أو الميراث. أولا انتقال شركة المشروع الفردي، انتقال حصة الشريك في المشروع الفردي من خلال البيع، تحكمه القواعد الآتية: بيع الحصة الكاملة لشخص واحد، بمعنى شخص طبيعي، أنا لدي شركة مشروع فردي وأردت بيع شركتي لشخص آخر، هنا لا نحتاج إجماع لأن أنا الشريك الوحيد في هذه الشركة، فبإمكاني أن أبيع كامل الحصة لشخص آخر. الشرط الوحيد أن لا يكون الشخص ممنوع قانونا. أيضا أن يتعلق البيع بجزء من الحصة، بمعنى إما أنا صاحب المشروع الفردي أبيع جزء من حصتي لشخص آخر، أو أنا كشخص أبيع حصتي لشخصين وأخرج من الشركة. طالما أن عدد الشركاء زاد عن شخص واحد، هنا لا يمكن أن تبقى الشركة فردية. يجوز للشخص البيع الحصة إما لشخص آخر، وهنا تبقى مشروع فردي ويعدل عقد الشركة لأن شريك آخر دخل. أما إذا تم البيع لشخصين، أو أنا بعت جزء من حصتي لشخص أو أكثر، هنا تتحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات كأن تكون تضامنية ويعد العقد الشركة. نأتي عن طريق انتقال حصة الشريك في المشروع الفردي عن طريق الميراث، في حالة الميراث. إذا توفى صاحب المشروع الفردي، كيف تنتقل الحصة فيه إلى الورثة؟ إذا كان أحد الورثة شخص واحد فقط فلا مشكلة في ذلك، تبقى الشركة مشروع فردي ويعد العقد الشركة ويدخل الوريث مكان المورث. الحالة الأخرى أيضا، إذا توفى صاحب المشروع الفردي وكان لديه أكثر من وارث، هناك عدة أشخاص، هنا أيضا تتحول الشركة إلى تضامنية مثلا ويعد العقد الشركة، وبإمكان أحد الورثة أن يبقى هو في شركة المورث، يبقى في شركة واحدة يشتري الحصص الباقية من الورثة الآخرين. وشكرا. إلى هنا تم نهاية تعريف الشركة التضامنية وخصائصها وإدارتها أو انتقال الحصة فيها، وكذلك المشروع الفردي. هذه من المواضيع الهامة جدا، أرجو من الطلبة الانتباه عليها، وشكرا.